القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. تجمع غضب ووقفة استنكار. جمعت ممثلي القوى الوطنية والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمام مقر الأمم المتحدة لتناشد المجتمع الدولي بوقف سياسات الاحتلال الإسرائيلي المجحفة بحق الأسرى. هناك حراك شعبي جماهيري واسع نطاق في كل محافظات الوطن الفلسطيني، إذا ما استمر هذا التعنت الإسرائيلي في الاستجابة لمطالب أسرانا، وإذا ما استمرت هذه الأساليب اللا إنسانية ولا قانونية ضد الأسرى الفلسطينيين، إسرائيل ستتحمل المسؤولية عن انفجار الأوضاع وعن ما يجري في الأراضي الفلسطينية في الأيام القريبة القادمة. رسالة ورقية حملها المتضامنون وسلموها لمكتب المفوض السامي، مطالبين بإنقاذ حياة الأسرى والعمل بما تمليه عليهم ضمائرهم العمل بما يمليه عليكم دوركم ومسؤولياتكم لإنقاذ حياة أسرانا المضربين عن الطعام من خطر الموت المحدق جراء استمرار حكومة الاحتلال في تنكرها للمطالب العادلة للأسرى المضربين سامر العساوي وأيمن الشراوني وطارق قعدان وجعفر عز الدين وكافة وجميع الأسرى في سجون الاحتلال. رسالة ضمنية حملها المتضامنون في الجهة المقابلة بخيمة اعتصام وإضراب عن الطعام لثمانية أيام أدى إلى تدهور وضعهم الصحي. من هنا ومن هذا المكان ومن هذا المقر اللي هو بيمثل مؤسسة إنسانية ومؤسسة دولية، نطالب جميع مؤسسات حقوق الإنسان الخارجية والمحلية بالتدخل السريع والفوري للإفراج الفوري عن الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسير سامر العساوي. تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ويتصاعد معها التضامن الشعبي في الأراضي الفلسطينية، فهنا متضامنون جاءوا يوصلوا رسالة للمنظمة الدولية، وهنا متضامنون آزروا الأسرى في معركة أمعائهم الخاوية. لتلفزيون القدس لام أبو هلال، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.